مساء الفل يا كابتن فتح الله. ايه الاخبار؟ مساء الفل، منور الدنيا. ربنا يخليك. كام سؤال سريع كده. اتفضل. ايه رايك في تولي حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر؟ بالتوفيق طبعا، وكلنا الداعمين. يعني الطبيعي ان احنا كلنا نبقى داعمين للمدرب، مدرب منتخب مصر، فما بالك بقى ان هو يكون مدرب وطني. يعني فكلنا داعمين لكابتن حسام، وربنا يوفقه ويحقق نجاحات كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. حابين نعرف ايه اللي ينقص بيراميدز عشان يتوج ببطوله؟ مفيش حاجة والله، تنظيم، كل حاجة متوفرة، وعنده الحاجة الأهم اللي هي اللعيبة. عنده مجموعة لعيبة ممتازة جدا، ويقدروا يحققوا بطولة واتنين. يمكن السنة أكتر سنة، يعني السنين اللي فاتت كانوا بيبنوا اسم، وده حاجة صعبة في الكورة، حاجة صعبة، فبتبني اسم وسط عمالقة. فالسنة دي كانت أكتر سنة يقدروا. وإحنا يعني الدوري لسه شغال، وأفريقيا موجودين فيها. الدوري يعني لاعبين ماتشات اقل، اعتقد ماتشين عن المتصدر وفرق نقطتين، يعني الطبيعي تبقى اول لو لعبت الماتشين دول. فلا ان شاء الله السنه دي هحاول طول ان شاء الله. تمام ان شاء الله. طب